اهلا بكم في الشارع الابيض. تعالوا دلوقتي نروح لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض واللي كان بيتكلم عن وجه تهنئتك لابطال ثنائيه الدوري والكاس رجال نادي زمالك. تعالوا ناخد كده اراء جمهورنا على السوشيال ميديا ونبدا من عند مين يا انجي. البدايه من عند نور الهدى بتقول مساء الورد عليكم، الزمالك قدم عظمه في الشوط الاول وكنا نقدر نسجل 4 على الاقل، ده صحيح يا نور، بس الحمد لله قدر ربنا. والشوط الثاني وكورة بن شرقي اللي في العارضة كان نفسي تيجي اكيد، والحمد لله على المكسب والفوز، وده ماتش وخلص، واتمنى لعيبتنا الرجاله يركزوا في الكام ماتش الجايين عشان باذن الله يكون الدوري زملكاوي في 100 عقبه. تحياتي لفريق الزمالك بدون استثناء، حد فيهم استثناء، حد فيهم هم ابطال اللعبه وهيفضلوا كذلك. بنشكرك جدا يا نور. حسين سيد بيقول صباح الصباح ابيض بخطين حمر على احمد وانجي، الف مبروك للعيبه رجاله كلهم بلا استثناء، شكرا للبروفيسور لكني حزين لرحيل بن شرقي، كان نفسي يكمل لكن هي دي كره القدم. ان شاء الله الدوري بميت عوبه ان شاء الله يا حسين. ريم مصطفى بتقول صباح الجمال يا انجي، صباح الجمال يا احمد، نهاركم ابيض بخطين حمر. بتقول الف مليون مبروك للعيبه الزمالك رجاله بمعنى الكلمه، اثبتوا ان هم لعيبه كبار يستحقوا كل الاحترام والتقدير على مجهودهم وعلى الاداء الاحسن من الرائع اللي عملوه. ان شاء الله الدوري في 100 عقبه برضه، ربنا معاهم يا رب ويوفقهم. محمد فتحي بيصبح عليا انا وانجي وبيقول بجد شكرا للعيبه على ادائهم الرجولي، كانوا حاجه مشرفه بجد، واتمنى يستمروا على كده دايما ويجيبوا لنا الدوري باذن الله. وعايز اشكر بروف على المجهود اللي بيعمله مع الفريق. شكرا لمحمد وشكرا لكل الناس اللي بعتوا لنا وقالوا رايهم في موضوع حلقه النهارده.